اهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم بالحلقه 28 من الووك ثرو لالدن رينج شادو اوف ذا ايرد 3. معكم جيمي، يلا نبدا الحلقه هاي. جاهزين انه ننقض على رادان، نقتل اخر بوس في الدي ال سي. بدي احكي لكم بس شوي عن البيلد وشغلات ممكن نحتاجها. اول شيء راح نحكي عنه الجريت رون. هلا بالنسبه لي الجريت رون ما راح تفرق معك، لسبب انك راح تموت كثير كثير، راح تموت. ولكن لما تحس حالك صرت متمكن من الفايت، من الميكانكس، من الدوج، وقتها استخدم الرونيك ارك عشان تشغل الجريت رون. على التنتين اللي انا بنصح فيهم، اول واحده الجودريك جريت رون عشان تزيد لك كل الستاتس، اوكي، او انك تستخدم رادان اللي بتزيد لك الماكسيمم اتش بي والاف بي والاستامنا، تمام. بالنسبه للفلاسك انا شخصيا بفضل التنتين. اول واحده اللي هي اوبالين هارد تير، هاي اللي بتزيد لك الدمج نيجيشن لكل انواع الدمج، فيزيكال، روت، هولي، فاير، كل انواع الدمج، فهي كثير مفيده. الثانيه واللي انا على هو البيلد اللي انا عامله كثير راح تفيدني انا شخصيا في هذا البيلد، اللي هي ديفليكتنج هارد تير. هلا ديفليكتنج هارد تير بتعطيك بلوكس نفس مبدا الديفليكت تبع سكيرو، تمام. هلا انتم عارفين لما تضلك ماسك الشيلد وعامل بلوك، في جزء كبير من السمنه راح يروح، ولكن اذا عملت تايمينج للبلوك مع الضربه، يعني قبل ما تاكل الضربه شوي عملت بلوك مع هاي التير، كميه الاستامينا اللي راح تاكلها اللي راح تروح منك راح تكون اقل نسبيا، تمام. الفايت هذا عباره عن تو فيزز، ببلش الفيز الثاني على 70%. فيز 2 كميه الهولي دامج اللي موجوده في الفايت غبيه، فيها كثير هولي دامج. فعشان هيك اذا عم تلعب جريت شيلد او حتى ميديوم شيلد زيي، بدك شيلد يكون عليه الهولي نيجيشن عالي. فانا هذا الشيلد اللي معاي حطيت له الاش اوف 4 نو سكيل، تمام، حطيتها سيكريت، فصار عندي هولي دامج 100. فانا اي نوع من انواع الهولي دامج ما راح اكل منه اي دامج. هلا اذا ما كان معك الستاتس المناسبه لهذا الشيلد، في شغلات ممكن تساعدك بالتاليزمان، تمام. فممكن تستخدم هاي جولدن بريد، هاي كثير بتساعدك. ممكن تستخدم هاي شوي بتساعدك، بس الجولدن بريد كثير احسن. اذا بتستخدم شيلد ميديوم او هيفي شيلد، في عندك البيرل شيلد تاليزمان، هاي لانها بتعمل بوست لكل النون فيزيكال دامج، فالهولي دامج، الهولي الماجيك، الفاير واللايتنينج، البيرل شيلد بيساعدك فيه. اذا بدك تلعب الستايل اللي انا قاعد بلعب فيه، تمام، اللي هو يعتمد على الجارد اتاكس مع الفلاسك تبعي، الجريت شيلد هاي كثير راح تساعدني، تمام. لانه اذا مثلا انا ما عملتش التايمينج صح 100% في البلوك، فهاي بتعمل بوست للجارد، اوكي. الفايت بشكل عام البوس كثير اجريسيف، كثير سريع، كثير بنط، ما بعطيك مجال تضرب، ما بعطيك مجال تهيئ. فعشان هيك انا بفضل وبنصح انك تو ابروتش هذا الفايت يعني باكثر كميه ديفنسيفز ممكنه. انت بدك تكون تلعب دفاعي، بدك تعرف متى تهيل، متى تضرب، وما الى ذلك. ففعليا على التاليزمنز والبلد اللي انا عاملها، هاي الوحيده الاوفنسيف، هاي الوحيده اللي لها دخل بالدمج، تمام. الباقي كلياتهم ديفنسيف. بالنسبه للويبون، استخدم الويبون اللي بدك اياه. كوني عم بلعب انا جريت شيلد وديكستريتي ويبون، فبدي ويبون سريع، فراح اجرب الفلكس بالاول، تمام. بالنسبه للميكانكس تاعت البوس، صراحه الميكانكس كثيره، اوكي، فما راح اقعد اشرحها لانكم راح تتوهوا، ما راح تركزوا معي، ما راح تعرفوا عن اي اتاك بحكي. فراح افوت اول اتمت، راح احاول قدر الامكان اني اضلني عايش، هاي رقم واحد. اورجيكم كل الميكانكس، تمام، او اقول لكم هاو تو دوج. هلا فيز 1 كلياته الاتاك تاعته بالسيفين اللي معه، في ضربتين بدك تدير بالك منهم، راح اورجيكم اياهم، او ثلاثه فعليا بورجيكم اياهم خلال الفايت. فيز 2 تقريبا 90% من الضربات تاعته نفس ضربات فيز 1، ولكن كل ما يلولح بالسيف تبعه في عندك فولو اب هولي، فبدك تدير بالك من هاي الشغله. هلا بالنسبه للسمون، بامكانك تعمل سمون لانز باك، انز باك بيعمل له بليد. بامكانك تعمل سمون لتيوليا، تيوليا معه بويزون وبيستخدم البرفيوم بوتلز. هلا ما بنصح تعملهم السمون التنين مع بعض، او ما بنفع تعمل سمون اساسا، لانه هيلث البوست راح يصير كثير عالي. هو بالاصل هيلثه عالي، تمام، فمع هذول الاثنين راح يعلى بزياده. ولكن اذا لابد ومضطر تعمل سمون، انا بنصح فيه انز باك، تمام، لانه اقوى، بموتش بنفس السرعه بموت فيها تيوليا. بمجرد ما يبلش الفايت،
خد بفاضك من هلا. اذا بدك تعمل سمون للميمك مثلا او اي اشن سمون، الافضل انك تعمل لها سمون ببدايه فيز 2. اوكي، ليش في بدايه فيز 2؟ لانه راح يكون معك ويندو مثلا 10 ثواني، حسب اذا قدرت تعمل دوج لضربه معينه او لا، فيها تقدر تعمل سمون. وفعليا عادي انه يموت بفيز 1. هلا فيز 1 انا برايي تعلم الفايت، تعلم هاو تو دوج، لانه 50% من الفايت بفيز 2 يعتمد على قديش انت فاهم وعارف تتحرك بفيز 1. اوكي، فزي ما حكيت هاي اول محاوله، بوعدكم اني احاول ما اموت. تمام، وبالنسبه للفلاسك برضه حاول خليه فيز 2، تدرب فيز 1، فيز 2 ناخذ كل شيء ثاني. My loyal blade and champion of the festival. Both your deeds will ever be praised in song. Now, the vow will be honored, and my lord brother's soul will return, so that he may be my consort. في العادة كثير وقت ببلش الفايت بهذا الأساس، دوج باتجاهه، هاي دوج على الشمال، هاي بدك تبعد عنه، الطبات هدول اركض على الجنب، باللحظة الأخيرة بدك تمح. هلا هون ممكن يسحبك فبتعمل دوج، إذا صار سحبك راح أخليه يسحبني هلا في المرة الجاي. هاي مرات بتكون ضربتين، هون بدك تعمل 3 بلوك، بعدين بدك تعمل دورن بامكانك تضربه او تهيل لو كنت محتاج هيل. زي ما حكيت هاي مرات ممكن يضربها مرتين. هذا اكبر كومبو عنده، ممكن يكون 4 ضربات، ممكن يكون 5. هاي بتعمل دوج لجوا، بامكانك اتاك او انك تهيل. بلوك، بعدين مرتين دوج ودوج. كان دخل يسحبني، هلا اذا سحبك هون راح يصير يطلع حجار من الارض، فبدك تركض عكسه وتنط. هون انط، حيرجع ينط لعندي، دوج باتجاهه، اتاك. دوج لعنده، بحاول اخليه يسحبني. شايفين هون فرصة انك تهيل مثلا، دائما الهيل خليه بعد الاثار، هيك بتركض بتنط. تمام، اذا صاروا سحبك اركض ونط. هاي كل الاتاك اللي في فيز 1، هاي كثير لازم تعرف التايمنج تاعها لانها بضربها كثير بفيز 2 بس يكون في لايتنينج. هي سرع مثل سكيب للكاتسين، ماي باد. على هاي الضربه كونه معانا شيل بيعمل 100% هول بلوك، كانت تعمل بلوك او بامكانك تركض براها وتعمل سمك. الجراب اتاك يستخدم له الميكال برون، يرجع الشمال، شايفين هلا عشان بعمل تايمينج للبلوك الاستامينا اللي عم بخسرها كثير عالية. دوج لجوا، سو فار نفس اتاك فيز 1. هاي اللي حكيت لكم كثير مدرب على التايمينج تاعها،
رول ورول، هذا دمج بتاكله كله. هاي لايف سبيد، هاي المفروض انك تكون جنبه بس تمشي جنبه، تكون امورك تمام. هاي ما تخليه يحضنك. هون نفس الميكانيك تديك، ولكن الفولو اب بتاعها راح يكون مؤذي. هول بالشيلد، والله تماسك الشيلد اذا معاك هولي نيجيشن. رول كمان واحد، رول لعنده. هاي راح يطيرش الجو، والله كانت بالشيد او تعمل لها رول. هاي بس اورجيكم انه بامكانك تطلع منها ما لحد. هو رينج كبير شوي، كل عنده بيسكلي. هاي هي الميكانيك، هاي ضربة انتبه منها من الفولو اب بتاعها. شيل بس ماي باد، انت مفكره بده يعمل ضربة ثانية. قول عنده، قول عنده. هاي الضربة نفس الضربة اللي كانت بالجيم الأصلية، فاللي بدك تعمله بدك تركض باتجاه الحيط. اوكي، هلا فرصة انك تعمل ريبوب، انك تتهيل انك تعمل اللي بدك اياه. بس طلعنا منها. راح اقتل حالي لانه بس كنت اورجيكم الميكانيك. لا أكمل، خليني أكمل. جمب خليني أشوف، إذا قتلني قتلني، إذا قتلته قتلته. هاي بس هو الشيلد ويمشي جنبه. شمال دائما ضربة الفاير، هاي هي تاعت موب فعليا، دائما بكون في وراها فولو اب كثير سريع. رول رول، هيك بكون قتلني. ولكن هاي هي الميكانيك كامل. هلا في شغلة وحيدة بس نسيت احكي لكم عنها. شفتوا الجراب اتاك لما يجي يحضنك؟ لما يجي يحضنك اللي بدك تعمله او هو اللي بيعمله اذا صار ومسكك، اللي بتقدر تعمله كالاتي، انه راح يحضنك، راح يحط على راسك زي طاقية صغيرة. الطاقية هاي في اول مرة ما راح تعمل لك اشي، ولكن اذا حضنك وطلعت الطاقية على راسك بدك تستخدم ميكالا جريت رون، تمام؟ لانه اذا حضنك مرة ثانية وهي الطاقية لساتها موجودة، اللي راح يصير انه ميكالا راح يعمل لك تشارم، تمام؟ واذا صار وعمل لك تشارم راح يخلص الفايت. اوكي، بدي اجرب الكلوز، حاسس انه الكلوز راح يكونوا قويين كمان. بس يعني فعليا هذا هو الفايت. الفايت صعب، اتس نوت ان ايزي فايت بالمرة، فبس بدك تدير بالك.
هلا هون الاتمت هاي ان شاء الله رح نقتله. مجرد ما تفوت دائما حيعمل تشارج اتاك عليك نسبة كبيرة. هو هذا هون باتجاهه اتاك. شايفين ليش انا حاب الكلوب؟ هاي جوجت لانه الجارد اتاك تاعها رينج. قول انتبه انه يعملها مره ثانيه. هاي ماي باد تاخرت في الدود. اركض موت. توتالي ماي باد. هاي كليا الحق علي فيها. شايفين غلطة واحدة بس هي كل راس مالها غلطة. اوكي هلا الاتمت اللي عن جد هلا. كثير عن جد لانه الضربة الأولى ما عملتلهاش دوج. لوك. دوج. كمان دوج. هلا هاي اركض على الجنب. وقفل. لو ليش حضرت لعنده اعمل لها دوج. ضربها مرتين. لوك بلوك دوج دوج. قول هذا الكومبو الاربع او خمس ضربات. لوك رول رول. انا هيك حسبني اني قريب منه. رول اركض على الجنب. مض. بدي يسحبك لعنده اعمل دوج. لوك لوك بلوك. رول ورول. اوكي هلا راح اخلي لكم الكاتسين لو راح علي قبل شوي راح عليكم. Lord Brother. At long last you are returned. Tarnished One. Aspiring Lord of the Old Order. If you have known sin, if you grieve for this world, then yield the path forward to us. To I, Nicola, and my promised consort, Radahn. هلا هون بمجرد ما يبلش
في العادة بيضرب ضربة ضربة الدائرة شفتوها انتوا اكيد قبل شوي في الشمال لايف سبيد بس امشي جنبه اوكي فهي بتطلع من الدائرة يا بتعمل لها بلوك بلوك رول ورول مع الكلوز لما تعمل دوج للجراب اتاك حاول دائما انك ماي باد حاول دائما انك تضرب لا شكور خد على الجنب احفز شيل دب 100% برافو بلوك بلوك مرتين جد جد مش على اليمين او على الشمال ايل حيطير فأركض باتجاه الحيط كانك ترجع تعمل بط تمنى لعنده وهيك يكون رانت ردان كونتر توت ميكالا فايت مش سهل جد بدك تدرب عليه جد بدك تعرف كل الميكانيكس تعرف متى تعمل دوج لو ما معك الجريت شيلد او الميديوم شيلد بدك هناك جد بيصير الفايت اصعب لانه جد بدك تعرف كل الميكانيكس بالنسبة للجراب اتاك زي ما حكيت لا تنسى تستخدم ميكالا جريت رون جود لك بالفايت صراحة فايت مؤذي يعني بالاخير شايفين طمع هذا وانا مقاتله 200 مرة كثير كثير مرات قاتله لسه معايا 4 كلاس غير هيك هاي الميكانيكس كلها عندكم هاو تو دوج معظم الميكانيكس ورجيتكم اياها بعض الشغلات يعني زي نصائح مثلا اغلب ضرباته بتقدر تعمل لها دوج على الشمال على شماله اغلبها في كمان بامكانك فيز 1 باي ذا واي هو ويك للهولي
فيز 2 هو ويك للروت وللبيرسينج اتاكس. فمثلا لو تيجي تعمل كرافت لروت بوت اوكي اعمل 6 مثلا، بفيز 1 تنتين من هدول بيعملوا له بالدب، فيز 2 3 منهم بيعملوا له بالدب. طبعا قد ما انا متوتر انا ناسي اعمل سامون للميميك، وهذا الاشي ممتاز قتلته بدون سامون. اوكي فهذا هو ردان، جود لك صراحه وبالتوفيق، بس تقتله هون بتاخذ جستر ليت اس جو توجذر، وهون في موري تاتش ذا ميموري. لور طبعا هو لو حضنك مرتين رح يعمل لك نفس التشارم اللي كان عاملها على الام بي سيز، فبتصير خادم لميكالا وبالتالي ما رح تقتله. واذا عمل لك تشارم مرتين رح تاخذ الجستشر هذا بمجرد ما تموت. بس تخلص تاخذ سيركلت اوف لايت، هذا عباره عن هيد وظيفته بزيد لك الانتليجنس والفيث والاركين اوكي، وضربة ميكالاز لايت بعمل لها بوست. صفر رونز تعوني لازم ناخدهم، وهيك اوفيشالي نكون خلصنا كل اشي في الدي ال سي. اشي اخير ممكن نحكي عنه، الويبونز تبعت رادام في عنده سيفين وعنده ميكالاز لايت، الثلاثة قوية، الثلاثة قوية. فبإمكانك تروح تعمل ريمبرانس تاعها. عندك السيف الأول لورد تمام، هذا عليه بروميس كونسورت، هذا في عليه لايت سبيد سلاش. لايت سبيد سلاش اللي هي الضربة اللي كنت أقول لك ضلك ماسك الشيلد وامشي جنبه، هاي هي الضربة. الكونسورت صراحة مش متأكد أي واحدة، يو ذا تو جريت سورد ذا لايت اوف ميكالا ذن ديليفر سلاشنج اتاك. اوكي هاي اللي هي الاتاك بتاعته اللي بكون في وراها فولو اب هولي دمج اوكي، واخر واحدة لايت اوف ميكالا. ثلاثة قويين جيبهم الثلاثة، إذا بتلعب سترينج هذول الاثنين راح يفيدوك، الاثنين بيعملوا سكيل مع الفيث والسترينج. اوكي فهيك اوفيشالي كل شيء بالدي ال سي خلص، غطينا كل شيء، أخذنا كل اللوت، حلينا كل البينتينجز، أخذنا كل الويبونز، كل التاليزمانز. فبصراحة كانت تجربة جميلة، الدي ال سي ممتع، تعليقي الوحيد على الدي ال سي إنه الأوبن وورد إلى حد ما فاضي. يعني ما فيه لوت، ما فيه الكثير من الأعداء. هذا تعليق الوحيد. other than that الليجاسي دنجنز كثير حلوين، لانه هاي اهم شيء مميزات فروم سوفت وير. الليجاسي دنجنز في بعض البوسز الديزاين تاعهم كثير قوي، ولكن انا برايي البوس الوحيد الصعب، او هم تو بوس الصعبين يعني عشان اكون فير، مسمر وردام. غير هيك في بوسز في البيس جيم اصعب منهم، وبصراحه كانت تجربه جميله. فان شاء الله تكون عجبتكم السيريز، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. فلحد هون كان معكم جيمي، لو عجبتكم السيريز كامل اعملوا لنا لايك وسبسكرايب، ان شاء الله بنشوفكم بجيمات تانية. سلام.